احنا حطينا آية على الشاشة من شوي اللي بوقت الفاصل اللي هي اقتباس من الرسالة إلى العبرانيين. أيوة. اللي بتتكلم الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما. صحيح. بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه. إيه عاوز يوصلنا الكاتب إلى العبرانيين؟ شو الرسالة اللي عاوز يوصلنا إياها من خلال الآباء والأنبياء حتى يوصل للمسيح؟ أعتقد حاجتين على الأقل. نمرة واحد، الفارق العظيم بين من آتوا قبل المسيح وبين المسيح نفسه. يعني إذا أخذنا بس نموذج واحد في لوقا واحد، إنجيل لوقا أصحاح واحد، زكريا أبو يوحنا المعمدان قال وأنت أيها الصبي، بيقول على ابنه نبي العلي تدعى. في نفس الأصحاح لوقا واحد عدد 32 الملاك جبرائيل يخاطب المطوبة مريم، هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى. أفتكر الآية اللي حضرتك اقتبستها من عبرانيين واحد، فارق كبير بين كلم الآباء بالأنبياء كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه. يمكن تلاحظ أنه لما تكلم بالأنبياء واسطة، لكن لما تكلم مش بابنه لكن في ابنه، الله كان في المسيح. دي واحدة. فإذن يعني المسيح هو الإعلان الكامل، الإعلان النهائي، ونقدر نقول لا إعلان بعد هذا الإعلان طالما الله تواصل معنا من خلال الابن. بالضبط. وده الفكرة الثانية اللي كنت هقولها، أنه أولا فارق كبير بين اللاحقين وبين المسيح. نمرة اثنين، أن الله بعدما تكلم في ابنه أي إعلان يأتي بعد ذلك، عشان كده هو الإعلان النهائي والأخير الذي ما بعده إعلان.